نحيا بذكراكم إذا لم نراكم نعم نعم نحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى يفرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعانى نعم يفرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفاص يفرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحش والمعنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء فيطرب أرباب العقول إذا غنى أتلزمها بالصبر وهي مشوقة وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى